بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر ربنا الذي أتى بنا إلى هذه الساعة، أتممنا في تدشين الكنيسة وتدشين المذبح وتدشين المعمودية كان أمس. الحقيقة دي بركة كبيرة، يعني أنا سيبكوا كده مع فكر صغير فكروا فيه. داود النبي اللي ربنا قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي، داود ربنا قال لا انت ما ينفعش ان انت تبني الهيكل بتاعي، قال له انت غير مستحق انك تبني الهيكل، وقال له سليمان ابنك هو اللي هيبنيه. اول حاجة ان كان داود مش مستحق يبني الهيكل، هل احنا مستحقين؟ فان كان ربنا ادانا النعمة ان احنا نبني له كنيسة ونبني له مكان وندشنه، فديفنتلي دي نعمة كبيرة من عند ربنا، لان داود اللي ربنا قال عنه رجلا حسب قلبي قال انت مش مستحق. فكم وكم احنا في العهد الجديد ربنا اعطانا هذه النعمة اللي احنا بكل تأكيد غير مستحقين لها. حاجة تانية ان داود لما ربنا قال له انت مش مستحق تبني الهيكل، داود ما تقمص وزعل وقال خلاص ربنا مش عايزني ربنا رفضني. بالعكس زي ما احنا قرينا في القرايات في طول الليل، داود جهز كل المواد كل الماتيريال اللي الهيكل كان محتاجها بحيث لما سليمان جه اشتغل. فيعني الرغم ان ربنا قال له لا لوات بالدماء تبني، لكن داود قال طب على الاقل اخد بركة ان انا اجيب المواد اللي هتستخدم في الهيكل. فكل ما بفكر في الحكاية دي بقول يا رب قد ايه نعمتك كبيرة ان انت خلتنا نشترك في بناء اكتر من كنيسة وتدشين اكتر من كنيسة. طبعا فينا احنا وفين داود النبي، فربنا محبته كبيرة، عشان كده المزمور يقول بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطاني على نيته. ربنا يبارك وألف مبروك الكنيسة، وزي ما قلت لكم الكنيسة الحقيقية وابونا داود قال الكلام ده هو أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم.